والله طبعا ماتشات الكاس. اسم حضرتك في البدايه؟ اسمي في البدايه وجدي الجويش حضرتك. تمام، توقعاتك ايه النهارده لمباراه النادي الزمالك والاتحاد السكندري؟ هو طبعا لو على المستوى العادي انت قال الزمالك يفوز، ولكن ماتشات الكؤوس ليها طابع اخر. ماتشات الكؤوس فيها نديه، الفريقين عندهم ال 50% و 50% من الحظوظ، لان ماتشات الكاس طبعا احنا عارفينها حتى على مستوى اوروبا على مستوى اي دوله ممكن فريق من الدرجه الثالثه يفوز على فريق متربع على القمه، وبالتالي ماتش النهارده ماتش صعب جدا بعد خساره الزمالك وصن داونز. اوكي، عرف نفسك. احمد هشام. توقعاتك ايه لمباراه الزمالك والاتحاد؟ ان شاء الله الزمالك هيكسب. شايف الاداء اللاعبين هيبقى عامل ازاي؟ هو عموما يعني مباراه الكاس ما بقاش فيها اداء، اهم حاجه النتيجه، وان شاء الله الزمالك يحقق النتيجه الايجابيه ان شاء الله يكسب ان شاء الله. تعقيبك على اداء محمد حلمي مدير الفريق؟ والله محمد حلمي مدرب، يعني مدرب مصري واحسن من الاجانب بكتير، بس المشكله في رئيس النادي، رئيس النادي لو يصبر عليه شويه ويديله فرصه كامله ان شاء الله يحقق حاجه مع الزمالك. حابب تضيف اي حاجه؟ حابب. اوكي، اشتغل. عرف نفسك. اسمي امجد ايمن. توقعاتك ايه لمباراه النادي الزمالك والاتحاد؟ انا بتوقع، اتمنى يا رب ان الزمالك يفوز. اما توقعاتي ان انا خايف ان الزمالك اصلا يتعادل بسبب الاداء السيء، محمد ابراهيم اصابه، كهربا ماشي، مرتضى منصور الله اكبر ما بيسيبش مدرب يجي ما بيقعدش 3 4 ماتشات ويديله بالجزمه، الله اكبر. يعني انا اتمنى يعني الزمالك ياخد الدوري، لان عقدني بصراحه يعني كل 20 سنه كده ياخد. توقعاتك ايه في ماتش الزمالك؟ ان شاء الله الزمالك يفوز باذن الله. اوكي، توقع يكسب ان شاء الله 2-0. مين توقع يجيب الاهداف؟ ان شاء الله باسم مرسي و واحمد توفيق. اتوقع ان الزمالك يأدي اداء النهارده كويس؟ ان شاء الله بعد هزيمه صن داونز برضه يتجاوز الازمه النفسيه بتاعت اللعيبه ويعوضنا ويفرحنا النهارده ان شاء الله. ان شاء الله.